اهلا بكم مشاهدينا بحلقه جديده من برنامج صباحكم، خليكم ويانا بساعه ونص من المواضيع المختلفه. اهلا بكم. صباح الخير عليكم مشاهدينا وين ما تكونون، ننتقل وياكم مباشره الى فقره عدكم خبر حتى نشوف شنو هي اهم وابرز الاخبار المحليه. أول أخبارنا نبديها من مدينة الموصل التي تشهد عرساً ربيعياً تم على إثره تعطيل الدوام الرسمي اليوم الأحد في الدوائر والمدارس والمؤسسات الحكومية كافة، ابتهاجاً بانطلاق فعاليات مهرجان الربيع بنسخته 37 للعام الثاني على التوالي بعد توقفه لسنوات عديدة بسبب أزمات الحروب. نعم، وبدأت يوم أمس فعاليات المهرجان وتستمر لغاية اليوم، ويتمثل المهرجان هذا العام بأنشطة متنوعة تعكس ثقافة وتراث مدينة الموصل، وكان يقام سابقا بشكل سنوي في شهر نيسان، وتعود فكرته إلى زمن الآشوريين عندما كانوا يحتفلون بقدوم الربيع مع حلول رأس السنة في تقويم العراق القديم. اذا احنا التقويم العراق مالتنا فعلا يعني من هاي من احنا يا شهر نيسان، اي يعني احنا هسه راس السنه مالتنا هذه من نيسان، اي نسوي شجره خاصه بينا، نسوي نخله ربيع. طبعا اكو هم دا يحتفلون مهرجان ربيع، اكو بالزوراء ايضا مهرجان، اي نفسه هو مهرجان ربيع ويخلون به الزهور. حلو. طبعا كلش حلو كلش، هذا احنا ان شاء الله احنا محتاجين نشوف اشياء نشاطات يشاركون بيه بالمناسبه، يشاركون بيه حتى مو بس العراق، يعني يشاركون بيه من مجموعه بلدان، محتاجين نشوف هيك نشاطات لها علاقه بالطبيعه شوي. أي. يعني عيوننا بس دا تشوف كونكريت فنريد نشوف طبيعه ورد ازهار، خاصه هذه الاجواء يعني فتره من السنه هي كلش سريعه وقياسيه يعني بانتقال من الشتاء للصيف. في سياق منفصل، أكدت محافظة بغداد أنه أغلب المولدات الأهلية زودت بالعدادات، فيما أشارت إلى أنه تسعيرة الأمبير تتوقف على ساعات التشغيل الفعلية المجهزة للمواطن، ووفقا لقراءة العدادات التي نصبت في أغلب مولدات العاصمة. وبشأن المخالفين، قال معاون محافظ بغداد لشؤون الطاقة قيس الكلابي أنه ستتم متابعة جميع المولدات من قبل الوحدات الإدارية التابعة للمحافظة، وسيتم رفع مذكرات إلى مركز الشرطة والقضاء بحق المخالفين ومحاكمتهم وفق المادة 240 من قانون العقوبات. طبعا بالمناسبة وزارة الكهرباء وعدت الناس انه هذا الصيف راح يكون مختلف، راح يكون مختلف جدا. البارحة بس شوية صارت حارة طفت الكهرباء فيا ريت وزارة الكهرباء اذا يعني السيد الوزير او المكتب الاعلامي او اي ناس مختصة بوزارة الكهرباء بس خلي يشوفون السوشيال ميديا ايش دا يحجون، لان البارحة ساعات الكهرباء بصراحة قلت وساعات التجهيز كلش انخفضت، وبالليل ماكو كهرباء والناس ما تتحر البارحة، وخاصة هسه اكو هذه الحشرات وما حشرات اللي ظهرت باغلب مناطق بغداد. بعد يعني عندك الايام الجاية راح مقبلين على يعني الصيف، امتحانات شمال هالايام، امتحانات نعم، فبكيفكم بعد انتم. الى وزارة الاعمار والاسكان التي كشفت عن استراتيجية جديدة للحزمة الثانية من مشاريع فك الاختناقات، مؤكدة أن الإجراءات الإدارية والتنظيمية التي أخذتها المرور العامة من ناحية استخدام الكاميرات وتطبيق أنظمة وتقسيم أوقات الدوام على ساعات مختلفة أسهم بتخفيف الاختناقات المرورية في العاصمة. وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار أن العقد المرورية الكبيرة تفتتت وتحولت إلى عقد مرورية أصغر، وهذا ما يحفزهم للانطلاق بمشاريع أخرى تكون مكملة للمشاريع الحالية، مشيرا إلى اكتمال إنجاز التصاميم الخاصة بالطريق الحولي الرابع، وهذا أيضا سيكون عاملا مهما في تخفيف الازدحامات في بغداد.
إلى خبر آخر، حدد فريق الإعلام الحكومي موعد إنجاز 1000 مدرسة ضمن الاتفاقية الصينية، مؤكداً أنه عدد المدارس المنجزة حتى الآن بلغ 150 مدرسة في بغداد والمحافظات، موزعة على سعات مختلفة من الصفوف. نعم، الفريق أشار إلى أن الخطة الموضوعة هي أن يصبح العدد بحدود 250 مدرسة في نهاية شهر نيسان الجاري، كي تصل نسبة الإنجاز الرسمية 25% من مجموع المشروع، وأن إنجازه بالكامل من المؤمل أن يتم في شهر تشرين الثاني من العام الجاري، وأنه سيسهم بشكل كبير بإنهاء ظاهرة المدارس المزدوجة والثلاثية والمدارس الكرفانية. خبرنا الأخير من وزارة الزراعة اللي وصفت الموسم الحالي لمحاصيل الحنطة والشعير والرز والعنبر بأنه الأفضل، وقال الوكيل الإداري لوزارة الزراعة مهدي الجبوري أن الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد وذوبان الثلوج خلال الشهر الحالي انعكس بشكل إيجابي على نجاح الموسم الزراعي الحالي. الجبوري أشار إلى أن الوزارة لديها خطة لاستغلال أراضي البادية الصحراوية في بادية السماوة والنجف الأشرف وكربلاء والأنبار، إذ تم إجراء تعاقدات مع مزارعين وشركات القطاع الخاص بمساحات مختلفة وبعد التعاون مع وزارة الموارد المائية. احنا بس اكو ملاحظة مهمة انه بما انه بدنا نتكلم عن وزارة الزراعة وعن التمن والعنبر خاصة، يعني رجاء وزارة الزراعة لا تخربون تمن العنبر رجاء، يعني هو هذا اللوجو مال العراق بالنسبة للزراعة، يعني تمن العنبر ما موجود بس بالعراق، هذا بس بالعراق، ليش دا ينضرب بالسوق من دخلت عليه هاي الاشياء الجديدة دا ينضرب، قام يتهجن وقام ما ادري شنو يتغير طعمه، يدعوفوه يعني يدعوفوه، وهذا دا ياخذوه اصلا يطلبوه لكل البلدان وباسعار خياليه وما عندهم مشكله يدفعون، لذلك يعني اكو اشياء لازم نحافظ عليها، هو مو كل شيء نجي ونهجن ونخلي له ما اعرف شنو، فخلي الاشياء نحافظ الاساسيه نحافظ عليها. من اخر الاخبار نروح الى نشره الطقس، راح نتابع اخر مشاهدينا، نروح وياكم إلى فقرة المرور في شوارع العاصمة بغداد لهذا الصباح. أول يوم بالأسبوع لازم نبدي بطاقة حتى نكمل باقي الأيام بأكثر قدر ممكن من الإنتاجية والنشاط، والبدايات الصحيحة تساعدنا على هذا الشيء، والرياضة هي أفضل ما نبدي به. خليكم ويانا. صباح الخير عليكم مشاهدي قناة يوتيوب في فقرة رياضية صباحية جديدة. اليوم تمارين راح تكون تمارين على السكيبر ايروبيك، راح نبلش خطوات بسيطة up 1 2 3 4 5 6 7 8 9، راح نخلي تايم 30 ثانية إلى 40 ثانية أثناء التمرين up 1 2 3 4 5 6 Good. 7 8 9 10. صرح ناخذ مترادف up 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 again 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ناخذ شوية نفس up نبلش jump up 1 ارجع خطوة 2 good 3 good 4 5 6 7 8 9.
10 10 مور اجين 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 هسه راح ناخذ جامب وننزل بيربي اب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 هسه راح ناخذ ويا الجامب ننزل سكوات على السكيب اب 1 انزل اصعد ارجع خطوه 5 ارجع خطوه 6 جود 7 8 9 اب 10 هسه راح ننجح سو داين بار اب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 again 10 more 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وصلنا لنهاية تمارين لهذا اليوم نتمنى ان استفاديتوا من عدها نختم وياكم ونرجع لكم الاستوديو إذن مشاهدينا نروح فاصل بعدين نكمل مشوارنا. ليس هناك فهم عالمي محدد لمفهوم الإبداع وبالتالي فهو مفهوم مفتوح على التأويلات ابتداء من التعبير الفني وانتهاء بمهارات حل الإشكالات في أطر التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ولذا أعلنت الجمعية العامة يوم 21 من شهر نيسان يوما عالميا للابتكار والإبداع وذلك لإبراز دور المبتكرين والمبدعين حول العالم طبعا كل مبدع يحتاج ومبتكر ايضا يحتاج الى مؤسسات خاصه للتعريف عن منجزه وضمان ملكيته الفكريه وواحده من هذه المؤسسات هي جمعيه المخترعين والمبتكرين العراقيه حيث تاسست من اجل توحيد البراءات والاختراعات للمبدعين العراقيين في مكان واحد وايصالها الى اكبر عدد من المستفيدين اليوم نرحب بعضو الهيئة الإدارية لجمعية المخترعين والمبتكرين العراقية البروفيسور الدكتور وليد الجراح اهلا وسهلا بك احنا اول شيء يعني بصراحة دائما نذكر هذه الجمعية قد ساهمت على الاقل بما انه هذا اليوم عالمي اريد تنطينا فكرة عن الوضع العام للمخترعين والمبدعين المبتكرين اليوم بالعراق نعم جمعية المبتكرين والمخترعين العراقية تأسست سنة 2004 ودخلت في عضوية الإفية اللي هي مجموعة جمعيات المبتكرين العالمية زين يسموها الإفية حقيقة عندنا نشاطات مثل فيفا اللي موجودة للرياضة نعم عندنا نشاطات كثيرة من ضمن نشاطاتنا اللي كانت كثيرة طبعا اختاروا رئيسة الجمعية اللي هي مهندس استشاري تيريزا أن تكون عضو في الهيئة الإدارية للإفية لهذه السنة دخلت الجمعية في هذه قلت لك عليها الإفية سنة 2016 تضم الجمعية 400 مخترع ومبتكر حقيقة هي من تضم البحوث العلمية التطبيقية
فعندنا خيرة علماء العراق، نعم، في جمعية المبتكرين والمخترعين العراقية. أريد أعرف من عندك، يعني ولو حضرتك تحكي بهذا الموضوع، بس منو رئيس الجمعية؟ رئيسة الجمعية دكتورة أبو مهندس استشاري تريزا جاسم رضا. إي شنو يعني هذه صفتها العلمية؟ هي مهندسة، نعم. بس مهندسة؟ مهندسة استشارية. بعد ليش هي مديرة؟ هي كانت تشتغل في مجال المخترعين. يعني عندها اختراع، عندها فتش؟ مو شرط عندها اختراع، وإنما هي ضم، يعني هي اللي جرأت وسوت جمعية وضم المخترعين والمبتكرين العراقية. ما كان أكو عندنا هيك جمعية قبل. وهذا صح يصير؟ اي طبعا، نعم. مو شرط انه هي تكون من المخترعة حتى، بس ولا تكون مبتكرة ولا تكون يعني من هذا، حتى تقدر اكو لغة حوار بيناتهم. اكيد المنتمين الى الجمعية لازم يكون عندهم براءة اختراع، بس المديرة على الاقل وحدة، مو شرط. جيد. نعم. خلي شوي نحكي على المنتمين للجمعية ونحكي على الفئات العمرية اللي موجودة، الشباب او البنات. شنو يعني من خلال يعني ملاحظتكم ومتابعتكم، شنو تشوفون اكثر الاختراعات؟ هي الجوانب العلميه او الجوانب الابداعيه؟ شلون تشوف يعني عندنا هذا الجيل الفتي؟ نعم، تسمحي لي بدايه اقول لك انه ال 400 شخص الموجودين بالجمعيه اكو بيهم مميزين حقيقه. شلون مميزين؟ شلون يعني انا واحد منهم اللي شاركت في مؤتمرات دوليه وحصلت على ميداليات وأوسمة ذهبية من خلالها، ورفعنا راية العراق عاليا هناك يعني شنو؟ في هذه المحافل، مؤتمرات عالمية طبعا للبراءات الاختراع. يعني شوي الناس حتى تعرف. اي نعم. نعم. لا تظل تحكي لي بالفوقيات. شوي خلينا نحكي نفهم العالم. احنا بيا مجال بيا. احنا شاركنا الحقيقة في مؤتمرات كثيرة. اي مثل يعني شنو؟ يعني الصين، ألمانيا، الهند، روسيا، رومانيا، تركيا. لعدة مرات يعني. زين. أنا ما حكيت على المشاركات دكتور، أنا حكيت على. جاي. لا إحنا قبل المشاركات. لا أنا أريد أعرف شنو الاختراعات أو الابتكارات الموجودة عندنا تميل للجوانب يعني للتكنولوجيا أو علميا إنسانيا فنيا. نعم. شوية خلي نحكي بعدين ننتقل للمشاركات. الجمعية الحقيقة تضم الكثير من الابتكارات والاختراعات، منها الطبية والهندسية، الكيميائية، الرياضية، حتى الموسيقية. حلو. نعم، عندنا ناس يعني عندهم براءات اختراع في هذه المجالات. زين. وعندنا علماء الحقيقة يعني في مجال الطب والهندسة والرياضة في هذا المجال. شنو سوينا مثلا؟ شنو شيء يذكر انت لو انت ما عندك اطلاع على تريد اعرف لك الاختراع شنو والمخترع شنو؟ اي يعني هيك اريد الناس تعرف حتى تعرف العراق ايش قد عنده امكانيات. اكيد 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 السرعه بين لك اياها. المخترع اذا شبهناه يعني بالمخرج يشوف الفيلم او الانتاج الفني قبل ما يشوفه غيره. زين. المخترع كذلك يشوف الحاجة اللي يريدها هو قبل ما يشوفها غيره، ويبدي عادينا شوية شوية يوصل لها. زين. إلى أن تكمل الفكرة ويكمل شيء عندنا اسم البروتوتايب، النموذج الأولي للاختراع. زين. هذا يخضع إلى يعني تجارب واختبارات، وتقدم الفكرة في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية. زين. تروح هذه الفكرة بعد ما تدفع رسومها وتتشيك أولياً إلى ناس مختصين في هذا المجال، في هذا المجال الاختصاص اللي أنت قدمت به، كان يكون طبية تروح إلى لجنة. نعم. طبية. أكيد ذول متكونين من 3 أشخاص. ذول 3 أشخاص طبعاً لهم باع طويل في هذا المجال، مؤهلين يعني. مؤهلين أكيد. ويدرسون الفكرة هذه. زين. يعطون ملاحظاتهم أو أحياناً يرفضون الفكرة وأحياناً يقبلوها، أو تطلع موجودة أحيان. أصلاً إذا موجودة. نعم. هو الحقيقة يعني الموجودة شنو؟ يعني أنطيك فكرة عن السيارة. السيارة عبارة عن محرك وكراسي وستيرن وعجلات، تمام؟ زين. أكو غير هذه؟ صح. لكن لحد الآن ماخذ 185,000 براءة اختراع، وهي بعدها سيارة. صح. إذن أنا أقصد شنو؟ أي شيء تضيفه إلى اختراع قديم. صحيح. ممكن أن يكون ابتكار واختراع. طبعاً. تمام؟
حتى لو كان شيء بسيط جدا. نعم أيه؟ هذا مثال كلش واضح يعني. أيه طبعا. وأمثلة كثيرة على موضوع الابتكار ويعني الإضافات اللي صارت على الابتكارات هذه. حلو. ممتاز. نعم. وين تشوف اتجاهاتنا إحنا يعني كمبتكرين أو مخترعين؟ اتجاهاتنا أكثر يعني وين تميل هذه الفئة من الشباب؟ مع الأسف، مع الأسف أقولها وحقيقة قلبي ينقب دم، ما عندنا اهتمام بهالموضوع هذا. يعني الجمعية non-profit organization، يعني جمعية غير ساعية للربح، يعني هي غير ربحية. غير ربحية، ماكو كل دعم لها حقيقة. كل المؤتمرات اللي نسويها أو اللي يدعونا بيها من تمويلنا الخاص الحقيقة. يعني على حسابكم؟ على حسابنا. نعم. لو هم يعني تصور السفرة ايش قد تكلف للصين أو للهند، الألمانية، الإنجلترا، دفعوها أنتم؟ كلها احنا ندفعها. نعم. من تمويلنا الخاص، يعني مو جمعية تمويلها، الشخص هو اللي يريد يشارك. أي. هو اللي يدفع هذه. بس اكو مؤتمرات هي اصلا يعني من يدزون عليك واكو بيها اجور يعني. يعني واحد بالالف احتمال. ها. واحد بالالف من هذه المؤتمرات. والباقي ما اعرف من يروح لها بصراحه. بس هي الدعوات اللي تجينا اكو محليه. نعم. جامعات تسوي مؤتمرات محليه. اي هذه يعني الدفع والمصاريف من عندهم، من الجامعه نفسها. عاده تكون جامعه اهليه. اي عندها امكانيه ماديه اكيد. بس هي بالعاده هي تعتبر مو ضمن المنظمات، منظمات المجتمع. نعم. هي نعم. منظمات المجتمع المدني بيها مناح وبيها تجيها هوايه اشياء. استمد ادري ما ادري. زين انا انوب عن الرئيسه احيانا في محافل. لا بس الرئيسه تدري ما أعرف. إذا نحكي على الجمعية، آلية التسجيل بها، آلية التسجيل البراءة الاختراع بها، كيف تتم يعني هذه الإجراءات حتى يمكن كثير من الناس ممكن يطلعون على هذا الموضوع أكثر؟ نعم، بالجمعية الحقيقة المقبول الرئيسي للشخص اللي عنده يا إما نموذج صناعي، شهادة نموذج صناعي أو براءة اختراع. اكو استماره يمليها الشخص هذا، صوره ولا يعني تزكيه من تكون من اعضاء الجمعيه، وينقبل وياخذ هويه تجدد سنويا طبعا. وهذا التسجيل يعني يحمي، يدخل في جروب. إيه؟ انه من تصير مؤتمرات انه يجي اشعار بها. زين، هاي انا اليوم عندي مثلا واحد من الشباب عنده ابتكار او عنده ابداع او عنده معين، هذا من يسجله يمكم راح تحموه انتم؟ هو الحقيقه مو يسجله يمنا، احنا ننطيه هويه انتماء الى جمعيه المخترعين العراقيه. زين. بس هو يحصل شهاده. زين. هذه الشهاده طبعا بتاخذ رقم عالمي. زين. و شلون نقول بيها حماية لمدة 20 سنة. ممتاز. وهذه الشهادة همينة ممكن أنه يورثها ورثة صاحب البراءة. كل زين. نعم. ممتاز. زين. عفواً، ممكن بالبراءة يكونون أكثر من واحد، 2-3 إلى رقم 9 أو 10. الكل تقريباً يأخذون نفس الحق، بس إذا اتفقوا بيناتهم راح يكون الاول الى حصه اكثر مثلا من الثاني ومن الثالث حسب. وهكذا. زين، شنو نشاطات الجمعيه يعني بالايام العاديه؟ شلون انتم يعني تتواصلون، تنجمعون؟ شنو الاحاديث اللي تصير بيناتكم؟ اكو مؤتمرات يعني داخليه تصير؟ لو بس انا يعني مجرد بس اقدم براءه الاختراع مالتي واخذ الهويه وبعد خلاص يعني اتواصل. نعم. كل شهر جروب واتساب. جروب. احنا عندنا بالجروب. نعم. وعندنا الهويه اللي تجمعنا، وعندنا المؤتمرات اللي تصير. المؤتمرات بالوقت الحاضر ما عندنا مكان. ها. ما عندك بالوقت الحاضر؟ زين، بس كان عندنا ويصير ان شاء الله الجاي. كان عندكم؟ نعم. لعد شنو مشكله؟ وين لسبب ما اخذوه يعني المكان لو؟ نعم. شنو؟ نعم نعم. زين. اي احنا بصراحه شو خايف منك؟ ما ادري شنو. مو خايف لا، بس شنو؟ يعني شو منو اخذ هذا المكان؟ ما حدا اخذه، كان حقيقه ما تقدر تقول. تمويل شخصي، تمويل شخصي. هي ها مأجرين انتم؟ نعم. خلينا نقول. نعم. ايه نعم.
كانت عجيب يعني ما اعرف يعني شو هو اني جاي يعني ماذا انتم نعم مبدعين اني من هذا المنبر يعني, يعني رجاء واشكركم يعني المفروض اكو دعم لكم يفترض نعم اكو غيركم منافسين بالعراق لهذا الموضوع اكو خلينا نعرف يعني منتدى اي منتدى المخترعين زين وهسه بالوقت الحاضر صار الاسبوع تقريبا اكو جمعيه اخرى حصاد الضوء اسمها هم يعني تجمع المخترعين والمبتكرين زين هاي منو اللي متصل ايضا بالعالميه بس انتم هم بعد هم متصلين عالميا انتم نعم. واصلين هاي المرحله فقط اللي نمثل العراق في الإفية زين جمعيه المخترعين والمبتكرين زين العراق. تعليم العالي مثلا ما يد... لا لا ما عندكم تواصل وياهم ما عندنا لو ما يدرون بكم عندنا اعضاء من الجمعيه نعم بالجمعيه من التعليم العالي اساتذه ايه. اكثرهم طبعا اساتذه الجامعات وعندنا نشاطات كثيرة يعني سويناها داخل العراق خارج زين. العراق يعني عندنا هسه الكادر النسوي مثل ما قلت حضرتك عندنا حقيقة مؤتمر بكوريا نساء نعم. فقط نساء يشاركون به وعندنا بأمريكا راح يصير همين اليوم العالمي حلو. كان عندنا بمصر يعني أنا أقول لك نموذج أنا فقط نموذج صغير من منتمي الجمعية أي. عندي 132 ميدالية ووسام ذهبي و132 مرة رافع راية العراق عاليا الله أكبر أنت علميا شنو اختصاصك؟ أنا علميا اختصاصي ميكانيك ما شاء الله نعم حلو نعم. لذلك حكيت عن السيارات أنا إيه طبعاً إيه. أكيد يعني يعني عندك هيك اهتمام المام إيه نعم إيه أنا عندي 32 براءة اختراع نعم في مجال الطاقة حصاد الطاقة وفي مجال السيارات زين هذه المادة اللي أدرسها هذا وصل للشركات يعني شنو بس هسه أحكي لك خلي نعرف يعني جزء أنت مسوي شيء مهم واصل وهذا ليش مو هسه ما أقدر أعلن عن هذه نعم إي المفروض يعني يكون بها في التحفظ سرية نعم إحنا شنو شاركاتنا في العالم مثلا نروح للصين نشارك يعني حقيقة براءات اختراع يعني مبهرة حقيقة رصينة قوية ونشوف هناك الاهتمام اللي يصير الشباب صغار أطفال عندهم أفكار بسيطة يهتمون بها ويعني ينطوهم فد اهتمام أكو كبير. بعض الاختراعات وصلت إلى مراحل متقدمة خلال هذه السنوات يعني من 2004 اليوم صار 20 سنة على الجمعية وكثير من الشباب والبنات ويمكن حتى مو شباب انتموا إلى هذه الجمعية صح كبروا كانوا شباب زين اكو بعض الاختراعات وصلت الى مراحل متقدمه يعني صارت تعامل مثلاً تنفذت او صارت تعامل معاها باحترافيه يعني وصلت الى موضوع خلينا نقول جدي اكثر مراحل جديه ولا هي ثبتت فقط براءه اختراع وبس يعني وصلت الى هذه المرحله الغرض الاساسي تعرفون من اللقاءات هذه من التجمعات خلينا نقول المؤتمرات هو عرض النتائج مالتنا تمام المخترع مسكين يعني ما عنده رأس مال قوي مثلا صح تمام فينتظر الشخص اللي يجي يستثمر البراءة هذه زين اي احنا لحد الان ماكو احد مستثمر ماكو نعم. او استثمروا بس ما يحجون لانه الله اعلم شلون يعني حتى يعني لا تنسرق براءاتهم اي نعم هي صح محمية وهذه الشهادة عالميا ماخذة رقم لكنه همين تنسرق احيانا يجوز تنسرق ممكن تتطور اكيد اكيد تتطور نعم نعم هو صاحب البراءه نفسه ممكن يطور براءته وياخذ براءه ثانيه على ضوء البراءه الاولى حلو احنا صراحه ممتاز. يعني هسه جانب سعيدين بي وجانب شويه يعني متالمين من كلام حضرتك بس صورتين اريد تجاوبني من هي الصحيحه يا صوره صحيحه نعم الصوره اللي تشوفها اريج والصوره اللي تشوفها اللي يعني اشوفها الصورة اللي اشوفها اريج انه هاي الجمعية والمخترعين كلهم شباب وهيك هو شباب لا عندنا شباب انا اللي اشوفها لا شباب تختلف صغار نعم ترى ماكو شباب لا اكو عندنا صغار يعني اصغر واحد مثلا هيك بعده صغير عمره مثلا
يعني فوق ال 55 سنة 60 صدق؟ اي هذا يعتبر كلش صغير يعني جمعية. عادة عندنا احنا اساتذة يعني الجامعة يعني تخيلتهم كلهم هيك مثل اينشتاين؟ انت تخيلتيهم كلهم صغار وهيجي حسيت فيك صح؟ تمام كلامها صحيح وحضرتك همين صحيح أي. لأنه فعلاً يعني الجميع الأغلب كبار بالعمر نعم. أي. نعم هي مو تراكم الخبرة أي أحياناً وأحياناً تجي الفكرة يعني تلمع صح من التجربة الإنسان. من الخبرة نعم. من الدراسة احنا كلش سعيدين بيك وكلش نشكرك الله نتمنى لكم كل التوفيق أنا أشكركم أكون سعيد أكثر إذا ناخذ صورة وياكم إن شاء الله إن شاء الله بعد خلي ناخذ فاصل أول شيء وبعدين ناخذ صورة تمام هاي الجمعية إذا مشاهدينا بعد هذا اللقاء ناخذ فاصل قصير وراجعين إذا المشاهدين إلى تواصل أول الأخبار نبديها من قرار نقابة الفنانين العراقيين بمنع الفنانة الكويتية المعروفة باسم شمس الكويتية من مزاولة العمل الفني داخل العراق ولمدة سنة كاملة وذلك بسبب تلفظها ألفاظ نابية وتهجمها على شخصيات عراقية من خلال مقاطع فيديو نشرتها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي. طبعا بحسب ما ورد في وثيقة القرار النقابي التي تداولتها منصات التواصل فإنه سيتم التواصل مع السلطات الأمنية المختصة لغرض إصدار قرار بمنعها من دخول الأراضي العراقية وإن تكررت الإساءة سيتم اللجوء إلى المحاكم المختصة. وإلى خبر آخر في المتداول تنازلت قبيلة بني سكين في محافظة البصرة عن حقها في حادثة دهس تلاميذ بمنطقة الهارثة شمال المحافظة مطلع الشهر الجاري وهي بذلك ترجمت مكارم الأخلاق وتنازلت عن الفصل العشائري للطفلة نرجس إحدى ضحايا الفاجعة. العشيرة لم تكتفي بالتنازل عن الفصل فقط بل أهدت مبلغا ماليا لصاحب الشاحنة الذي دهس التلاميذ كونه يمر بظرف مالي صعب. خلينا نتابع هذا المقطع. فظلت احنا بالنسبة بصورة عامة انا احكي عن بالنسبين او نيابة عن احنا بالنسبة عدة دية ودية كلها طايحة دياوي. نبقى بالمتداول حيث انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل يظهر تصاعد دخان ملون باللون الوردي وليس الأسود من حفرة أرضية في ولاية سمائل بسلطنة عمان ما أثار جدلا حول سبب هذه الظاهرة الغريبة. طبعا كشفت هيئة البيئة هناك عن سر تصاعد هذا الدخان بالتزامن مع منخفض الأمطار الذي ضرب السلطنة أيام الماضية وسبب هو عطل والتماس في خط كهربائي أرضي في المنطقة ما أدى إلى تفاعلات وتصاعد هذه الأدخنة. طبعا مواطن هناك وثق الحادثة خلينا نشوف هذا الفيديو. يا أخي الحفرة غريبة يا أخي يطلع منها كذاك دخان فجأة لون كذاك وردي يا أخي تو ماشي سبحان الله مو هذا شوف 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 شوف, شوف, شوف. هذا ويش هذا يا هاي كيوت هذا الدخان لا والله جديات يعني هو وثق الحادثة عندنا نتناقش قبل الجو وثق الحادثة هذا الشخص بس يعني عموما يعني أرض الخليج كلها معروفة أراضي نفطية وما نعرف شنو هذا الدخان الوردي شنو أساسه شنو تركيبته الكيميائية مصدره ممكن يأثر إذا شخص كان قرب من عنده. المهم مشاهدينا احنا ننتقل وياكم إلى أخبار الفن والفنانين حيث احتفل الفنان المصري محمد فؤاد بزفاف نجله بحضور عدد كبير من النجوم وقدم الفنان عمرو دياب دويتو غنائي مع الفنان محمد فؤاد خلال الاحتفال. صعد الثنائي على المسرح وغنى معا أحد الأغنيات.
طبعا حضر الحفل ايضا باقه من نجوم الفن والرياضه كما حضر عدد من نجوم الغناء. خلينا نشوف. هذا الفيديو صعد الدوبامين عندنا. لذلك عندنا احنا موضوع كان نريد نحكي به بخصوص التغذيه فاجلناه وراح نحكي على الدوبامين. فريد يعني هذا الهرمون اللي يحكون عنه ويقولون هو هذا الهرمون اللي مسؤول عن السعاده واكو طرق معينه لتفعيل هذا الهرمون عند الانسان. ممكن طرق خاصة بالتغذية وممكن بالحالة النفسية. خليكم ويانا ونسولف على هذا الهرمون. بما أنه يعني حكينا على هذا الهرمون اللي هو مسؤول عن السعادة فلازم الأطباء النفسيين تكون عندهم رأي أو وجهة نظر بهذا الموضوع، حيث ينصح الأطباء النفسيين مرضاهم بتغيير نمط غذائهم اليومي كجزء من العلاج النفسي، كون أنه هذه الأطعمة ممكن أنه بعض الأطعمة تكون تأثيرها سلبي على المزاج وتقلل من إفراز الدوبامين بالجسم. شنو هذه الأطعمة وشنو البدائل الصحية لها؟ رح نسولف بها أكثر ويا خبيرة التغذية العلاجية هدير الدباغ. أهلا وسهلا هدير، صباح الخير عليك. أهلا وسهلا صباح النور. أهلا وسهلا. اكو اطعمه تجيب السعاده؟ انا بس اعرف شوكليت. اي نوع شوكليت نستري يجيب السعاده؟ لا مو اي نوع، اكيد اكو انواع معينه. بالبدايه احنا المفروض نعرف هو شنو الدوبامين. اكو هواي ناس ما تعرف هو شنو. هو الدوبامين هو عباره عن ماده كيميائيه، هو ناقل عصبي موجود بخلايا الدماغ. زين تمام. هذا هو هرمون. هو هرمون زين. تمام. هذا الناقل العصبي يسيطر على هواية أمور داخل الجسم سواء فسيولوجية أو عامة، منها الحركة، حالة المزاج، مثل ما نقول مودك اليوم الشونة. تمام. الشعور بالألم، التعب، الإرهاق، التركيز، النسيان، إنتاجيتك خلال اليوم، كلها تعتمد على هذا الهرمون. تمام.
بالبداية احنا خلنا نعرف منين نقدر نحصل هذا الهرمون. ممكن نحصله اما عن طريق نظام غذائي، يعني ندخل ايتمات معينة ضمن الجدول الغذائي او روتيننا اليومي، او عن طريق اخذ السبلمنت اللي تحتوي على نسبة مغنيسيوم عالي واوميجا 3 ومجموعة البي بي 12 بي 6 الى اخره، او عن طريق ممارسة التمارين الرياضية. همينة تكون التمارين من ضمن الروتين اليومي، فهمينة ترفع نسبة الدوبامين داخل الجسم، وكذلك اخذ القسط الكافي من النوم. دائما اكو الناس اللي عندها شغل اوفر او مثلا شغلها بالليل، فتتغير الساعات البيولوجية مالت النوم مالتها، حتى لو هو نام بالنهار مثلا خلينا نقول 6 أو 7 ساعات، بس ما راح يشتغل، ما يعوض بالضبط، ما يعوض كمية الدوبامين الموجودة بالجسم لو نام هو بالليل بصورة، يعني حتى لو عدد ساعات أقل بس هي ساعات النوم خلال الليل. تمام. إذا نريد نعرف الأطعمة اللي نقدر نحصل من عندها الدوبامين، عندنا مجموعات معينة. سأتي قلتي الشوكليت، هو صح احنا نحصلها من الشوكليت، بس مو كل أنواع الشوكليت. نقدر نقول الدارك شوكليت هي ممكن تصعد لي نسبة الدوبامين اللي هي خلينا نقول 70% فما فوق. الحلويات بصورة عامة والكانديز والشوكليت اللي تكون حلوة كلش، هذه بالعكس تعطيني مفعول عكسي. اوكي احنا نوبات مثلا نقول أنا راح أروح أكل آيس كريم أو أكل دونات أو كيك حتى أحس بالسعادة أو أو الفرح، إحنا بالبداية فعلاً نشعر بالسعادة وبالفرح، بس ورا فترة زمنية هنا راح يرتفع، يعني عندي مؤقت، قصدك مؤقت راح يرتفع عندي منسوب السكر بالدم، يعني نسبة السكر بالدم بصورة سريعة ومفاجئة ورا تقريباً 20 إلى 30 دقيقة. طبعاً هاي بالبداية أنا حسيت بالسعادة والنشوة وإنه أنا أكل آيس كريم زين، ورا تقريبا 20 ل 30 دقيقه شو حيصير عندي؟ حيهبط مستوى السكر بالدم بصوره سريعه. هنا شو حيصير عندي؟ حيصير عندي ارهاق، تعب، عدم تركيز. اكو ناس اللي يهبط عندها السكر بسرعه حتى تصير عندها رجفه، يعني تمام. فهنا حينقلب عندي المود، المزاج حيصير متقلب، فممكن بالعكس اني وراها اضوج اتكئب، فالموضوع حيكون عكسي. هو بس هذا الهرمون هو المسؤول عن نقول افراز؟ لا طبعا، اللي من ينفرز بالجسم يكون مسؤول عن السعاده، ولا اكو هرمونات ثانيه؟ لا اكيد اكو هرمونات اخرى، مثلا عندنا سيروتونين، بعد هواي هرمونات، بس خلينا نقول احنا الدوبامين هو اللي اثر على الشهيه وكذلك السعاده. شلون؟ انا من الطاقه ايضا بالضبط، انا من ينقص عندي الدوبامين بالجسم المفعول حيكون عكسي بالنسبه للشهيه، راح تنفتح الشهيه. فشايفين انه دائما الاشخاص اللي عندهم حاله اكتئاب او اللي ضايج او المار فتره خلينا نقول حزينه، دائما شهيته مفتوحه، دائما يزيد وزنه، لانه عنده نسبه الدوبامين جدا منخفضه بالجسم، فراح يكون عنده شراهه بالاكل فيزيد وزنه. اذا العامل النفسي هو المتحكم الاول والاساسي بهذا الهرمون، بعدين تجي موضوع الاكل بالضبط. فاحنا دائما شو نقول؟ حتى نحسن الحاله المزاجيه والتركيز والانتاجيه خلال اليوم، اني ادخل اطعمه معينه خلال الروتين. مثل شنو؟ مثل شنو الاطعمه؟ خلينا نقول بالبدايه المكسرات. المكسرات وخاصه اللوز تحتوي على احماض امينيه جدا مهمه في انتاج الدوبامين والنواقل العصبيه اللي تاثر على الحاله المزاجيه بالدماغ. مثلا عندنا الموز، الموز يحتوي على البوتاسيوم، يحافظ على خلايا الدماغ وكذلك يساعد بإنتاج الدوبامين. المجموعة التوتية مثل التوت، الستروبري، هذه الفواكه التوتية كذلك هي كلها تحتوي على مضادات أكسدة، وبالتالي هي تحسن من عمل الدوبامين داخل الدماغ. الأسماك اللي تحتوي على الأوميجا 3 مثل السلمون والسردين. بالضبط، السلمون والسردين. وبعد اكو هوايه اغذيه هي تساعد على تحسين عمل وكذلك افراز الهرمون. نجي على الاغذيه المفروض اني اتجنب تناولها لانه تعطيني مفعول عكسي. اول شيء الملح. الملح كثره تناول الملح حيخلي عندي امبالانس بتوازن المعادن داخل الجسم، وحيقلل من عمل البوتاسيوم لانه هو عكسي وياه، وحيصير عندي احتباس سوائل بالجسم، فهنا حيكون مردوده عكسي. مثل بس ما قلنا طيب الملح. لا بس يعني احنا ممكن الاكل بدون ملح صعب.
اكو ناس متعوده وممكن انت تقلل تدريجيا الى ان تتعود انه تكون نسبته قليله. انا ما دا اقول تمنعه بس عدم الاكثار منه. السكر مثل ما قلنا احمد هادي ذاك اليوم مشاكل ويا زوجته الجديده على مد الملح. اي على مد الملح هو يحب زوجته الجديده هسعف او الملح مو مزوجين جديد يعني ده حسسني متزوج اثنين. هو اثنين مو متزوج احمد اثنين. اي احمد اثنين لو واحده مزوج ما اعرف زوج اثنين يلا مو متزوج اثنين بس واحده ما تدري باللخ متزوج يعني لا لا هو متزوج اثنين احمد اي صباحي وزوجته اوكي إيه طبعا بس يعني صراحه هو عنده مشكله بالملح يقول انا ما يعني انزعج اذا ماكو ملح في البيت صح عنده مشكله بالبيت 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 تنحل تمام إيه. ومثل ما قلنا السكريات همينه لانه ترفع لي مستوى السكر وينزل بعد فتره وجيزه زين كذلك الحبوب المكرره مثل المعجنات الدونات شنو كلمه مكرره يعني يعني خلينا نقول المبيها الياف اللي تدخل يعني الطحين الصفر هو بالاحرى بالعاميه الطحين الصفر اللي هو بدون الياف نعم. هذا هم يعني يرفع لي السكر بصوره سريعه صح. فانت من تاكل الدونات انه تشعر بالسعاده والطاقه ونشاط ورا فتره المردود عكسي تمام فهاي نحاول نتجنبها المقليات والدهون المشبعه مثل الفاست فود البرجر الفينجر هو الفرايز وهاي هم يعني نفس الشيء مردودها عكسي تنزل من نسبه الدوبامين كل الزين هسه انت ذكرتي خوش اشياء بس هسه قدامكم وقدام احمد تسمعنا يعني الشباب لازم يعرفون انه ذكرت كل الاشياء بس ما ذكرت لا التشريب ولا قالت اكو بي مشكله وخاصه قالت كرزات هاي الفستق والشغلات اللي تتخلى فوق البرياني يعني الموضوع كلش اوكي انت عندك الدوبامين زين فوكله براد انا ما اشوف احد يسوي رياضه ينصاب باكتئاب او يكون مزاجه مثلا متقلب بشكل ملحوظ يعني اكيد ماكو انسان يكون على وتيره واحده من المود لكن هذا المزاج المتقلب ما اشوفه عند الناس الرياضيين او اللي يروحون للجيم يكون جزء من حياتهم خلينا نقول صحيح لانه دائما بالجيم راح يرتفع عندنا الادرينالين وحيرتفع عندنا الدوبامين والسيروتونين هذه كلها هرمونات تساعد على التركيز عدم النسيان تدفق الدم بالجسم هاي كلها تؤدي الى خلينا نقول السعاده تتفرغ الطاقه السلبيه كلها بالجيم فيومك اول شيء يكون انتاجيتك عاليه تركيزك عالي نشاطك عالي مستوى الهضم والايض صح. عندك عالي ما راح يصير عندك مشاكل الامور ماشيه الهضم بالضبط زين شنو فكره شويه نومه المغرب نومه هاي النومه الكئيبه بالضبط النومه الكئيبه شي شعور صحيح والله المغرب ما ادري ليش هي المفروض خطا الوقت خطا هو يعني مو خلينا نقول خطا بس هي الساعه البيولوجيه مال الجسم راح يصير بيها يعني شويه احس الناس غلبوني ما اعرف فيك احس يعني ويفضل انه انت تنام يعني خلينا نقول بالدعاش قبل ال 12 يعني حتى تحصل من 7 الى 8 ساعات انت تقعد هنا اخذت كفايتك من النوم بالفعل ما راح ياثر نهائيا على جهازك العصبي حلو. او الخلايا العصبيه خلال اليوم الاكل اللي بيه خضره وبيه فواكه والاكل خلينا نقول النباتي يعني الجانب النباتي هل هو هذا هم يساهم بهذا الموضوع برفع هذا الهرمون بالجسم اكيد طبعا دائما الخضروات الورقيه وخاصه السبانغ وهاي المجموعه مثل ما قلنا التوتيات بالاضافه الى مضادات الاكسده تحتوي على احماض امينيه وتحتوي على التيروزون هذا التيروزون هو خلينا نقول اللبنه الاساسيه اللي يمتصها الجسم ومن تروح للدماغ تتحول الى الدوبامين يعني تساعد بانتاج الدوبامين نعم. فجدا مهم انه تدخل ضمن روتيننا اليومي حلو ممتاز الكاكاو زين الكاكاو اللي هو يكون الغامق او الدارك همينه هو مشابه تقريبا للدارك خلوه مثلا سنتي شلون قلتي الفراوله وهاي الاشياء فوقها موز مثلا فوقها كاكاو هي مجموعه الكافيين اذا انت دخلت الكافيين خلال يومك بالكميه المناسبه مو اوفر دوز لانه اني دائما زين لو مو زين اذا ضمن الكميه المناسبه فهو كلش اوكي اول شيء تنشط الجهاز العصبي عندك وتخليك مركز تمام خلال اليوم بس اذا دخلت اوفر دوز بالعكس راح يسبب عندك ارق
ما راح تقدر تنام، راح يدمر عندك الخلايا المسؤولة عن تجديد الخلايا الدوبامين بالدماغ، فهنا حيصير مردود عكسي. نعم، بسؤال أخير حتى نختم هذا اللقاء، هل ممكن الإنسان يتحول من حالة نفسية وجسمانية إلى حالة أخرى، الحالة السليمة، بمجرد تغيير نظام الغذاء؟ يعني ثاني يوم ممكن هو يصحى بتغيير كامل إذا هو تخلى عن كل هاي الأشياء السابقة اللي هي تأثر على الصحة؟ أكيد هي مو ثاني يوم دايركت، أكيد هو الموضوع لا يحتاج لفترة، بس قد هاي الفترة؟ لا لا، بس مرات واحد يأكل شيء بالليل هاي يقعد كلش متضايق، بس متضايق لفترة معينة إنه جهاز الهضمي أو مثلاً أرق بالليل ما قدر ينام. بس إذا مثلاً غير نظام الغذائي كليته من صحيح إلى سيء، ممكن خلال فترة زمنية وجيزة، خلينا نقول من سيء إلى صحيح، من سيء إلى صحيح أكيد طبعاً ورا فترة جداً قصيرة راح يشوف اختلاف تغيير. بالضبط اختلاف، يعني بس هي مو بس يغير غذاء، لا مثلاً يغير الغذاء، يغير النوم، ممارسة التمارين الرياضية، يبتعد عن الأشياء الخطأ اللي هي مردودها عكسي. خلال فترة وجيزة هو ممكن يلاحظ تغيير بالتركيز، بالذاكرة، بالإنتاجية، كلها مردودها إيجابية. دولة كلهم ما يختصرهم موضوع ثاني اللي هو فلوس، صعد الدوبامين، فول يصعد، هذا جزء مؤقت يعني. لا من يصرفها راح ينزل. لا إذا هي أوكي يعني أعتقد خش مبلغ إيه، مو هيك مبلغ بسيط. لا إذا مبلغ زين يعبر الدوبامين، مو إذا علق عند الدوبامين صار عنده جلطة تحتي. إذن إحنا كلش نشكرك، نتمنى لك الدوبامين العالي دائما، ولكم همينة، ودائما تكونين سعيدة. شكرا. وإحنا بعدنا مكملين مشوارنا، وأريج الدوبامين مالتها زين لا بس. يعني قصدك دوبامين الفلوس ولا دوبامين الأكل؟ مو هسه صار أكو نوعين. مبروك على الدوبامين. الله يسلمك. وين كل ما يصعد عندي الدوبامين اكو ناس يقصقصوا لي جناحي. لا والله ان شاء الله نتمنى لك الدوبامين قوي عالي. بس خلي يعوفوني بحالي. خلنا ناخذ فاصل، ناخذ فاصل، اعزمك على فاصل. روح فاصل نرجع لكم ان شاء الله. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. على مدار عقود برزت أسماء عراقيات رائدات بالفن التشكيلي، وإلى حتى الآن هناك نساء يقدمن صياغات فنية متعددة لقضايا مختلفة، منهم التشكيلية تمارا الشبخون اللي استعانت بالمرأة نفسها كثيمة أساسية في لوحاتها ورصدت كل ما يتعلق بها. هذا الأمر يمكن يحتاج إلى دراسة معمقة يدل على وجود رسالة بكل عمل. طبعا الفنانة تمارا شاركت بالعديد من المعارض الفنية، ذلك طبعا بداخل البلد وخارجه، وتركت بصمتها في مهرجانات مختلفة، وهي تدريسية في معهد الفنون الجميلة ببغداد، لها باع طويل في الرسم التشكيلي. رحب بيها، نقول لها وسهلا بيك. أهلا وسهلا بيك، صباح الخير عليكم. اليوم ست تمارا نقول لك، مو انت متعوده يقولوا لك ست او دكتوره، شلونها علاقتك؟ علاقتك شلونها بالطلاب والطالبات؟ احنا اصدقاء والله طلابي، انا ادرس معهد فنون جميله مسائي بنين. بنين يعني معظم اعمارهم يعني بعمري تقريبا. حلو حلو، شلون لعد هنا؟ شلون راح تقدرين شوي؟ مو صعوبه اكو ولا لا؟ لا بالعكس، يتقبلون. يتقبلون اكيد. حلو. خلينا نحكي على المدرسة اللي أنت متابعتها كفنانة، وبعدين نحكي يمكن على دورك بالمعهد أو كلية الفنون. بصورة عامة يعني المدارس اللي اتبعها بالبداية يعني خد عدة تجارب، وأكيد بعدين المدرسة اللي هو يهواها فيعني ينتمي إلها. المدرسة التعبيرية التجريدية معظم أعمالي ورسمي. حلو، شنو كانت عندك تجارب سابقة وشون استقريتي إلى هذه ونضجت عندك، خلينا نقول نضج الأسلوب الفني؟ أرسم مدرسة تجريدية هم أيضا أحب. حلو التجريد. المدرسة الواقعية. بعدين ابتعدتي يمكن عن دائما أكو خلينا نقول كلاسيكية بالاتجاهات للفنانين بالبدايات، يمكن خلينا نقول الواقعي يفضلون الواقعي، بس أنا أشوف التجريد يمكن إحدى عندنا قلبي.
هي فنون ما بعد الحداثة، يعني أخذت كل الاتجاهات كل هذه المجالات. فأكيد يعني الفن الواقعي أصبح يعني الكاميرا ظهورها وازت ال عفو عوض. نعم صح، احنا نشوف هسه واحدة من اللوحات. حلو هذا الشغل، أحمر هواي، أكو أحمر طوجين نشيتي. زين هسه خلينا نجي نسولف على الأعمال. عندك مشاركات، تسوين مثلا معارض، تسوين اشياء؟ شاركت بعدة معارض داخل العراق وخارج العراق. شاركنا بسمبوزيوم تركيا، وبعدين قلنا معرض خاص ماكو لا لحد الان، بس ان شاء الله يعني دا اشتغل عليه ان شاء الله، يعني دا اطمح انه يكون خارج العراق. حلو. ليش؟ احب انه يوصل اسمي يعني خارج العراق. حلو. حلو. واتمنى يعني بدولة عربية، الامارات. ممتاز ممتاز. اكو معارض كثيره تصير في بغداد يعني، وعندنا صارت قاعات يعني عدد من القاعات لعرض اللوحات. يعني عندك تجارب او مشاركات بها؟ اي اخر مهرجان الواسطي شاركنا به بوزاره الثقافه، وقاعات اكيد انفتحت يعني قاعات كبيره وتلم الفنانين. ذا جاليري، قاعه اكيد، قاعه حوار. حلو. صحيح. حوار من زمان قديما. زين احنا شفنا لك اكثر هسه من اسلوب الاعمال، يعني مو انت متبعه خلينا نقول قيمه معينه او الوان معينه، اكثر من يعني شفنا التجريدي، شفنا حتى يمكن اعمال سرياليه، وحتى عندك تجربه بالتكعيبي. اي قليل بس جدا يعني. من اللوحات اللي انت مثلتها. نعم. اكيد، مو قلت لك يعني الفنان لازم يعني يخوض عده تجارب باللوحات وبالرسمه، واكيد هم يعني يعكس الشيء اللي يكون بداخله، مثلا اذا يكون ضايج من موضوع معين او مثلا فرحان او سعيد، يعني كل هاي هو اكو يعكسها. فرق، اكو فرق من يكون الفنان استاذ يدرس؟ اكيد تكون عنده من يجي يرسم شويه، يحسب لتفاصيل معينه، تقيد أمور معينة، يجوز مو مثل الفنان اللي هو ما عنده التزام مثلا تدريس أو شيء، حر أكثر يكون. حسب ذات الفنان يعني، مثلا هو يقدر إنه أكيد راح يأخذ حريته ومساحته بالرسم من يكون يعني منطلق أو يكون يعني مرتاح نفسيا إحنا نقول. بينما مثلا إذا يكون هو أصلا مثلا متقيد من في الموضوع محدد، أكيد يعني أنا أعرف فنانين كانوا لأنه هم أساتذة يقول مرات إحنا أكو خطوة أريد ناخذها باللوحة، بس نخاف، خاف نطلع من المود المعين، القواعد الأساسية، طلابنا مثلا ينتقدونه، مثلا فنون الحداثة أو الأساتذة اللي ويانا يحجون قطت مساحة واسعة للفنان. زين. فقدر كل شيء عبر وكل شيء يقدر يرسم وكل شيء يقدر حتى يستخدم او يدمج اكثر بالضبط. من عنصر باللوحه. نعم. تكنيك زاد، يعني فنون ما بعد الحداثه كلش نطت مساحه واسعه يعني للفنان. شلون تشوفين مساهمات البنات النساء بالحركه التشكيليه بشكل عام؟ الحركه التشكيليه قبل وما زالت يعني، وان شاء الله تبقى يعني لها دور كلش مهم للمرأة. ونلاحظ هواية يعني اكو فنانات يعني قديمات، مثلا ليلى العطار انا كلش يعني احب اسلوبها. توفت ليلى العطار صهر اي الله يرحمها، هو دا اقول قديمة يعني. لا احنا نحكي هسه على هاي الفترة الحالية، السنوات الأخيرة. اي اكو اكيد يعني مشاركات وفنانات. تتواصلون بيناتكم؟ اكو يعني خلينا نقول فد جروب الكم تتواجدون؟ لا شو ماكو. اكيد يعني هي المعارض اللي تصير تجمعنا احنا كفنانين. رسميات بس؟ لا شلون؟ يعني إيه تشكيليات عراقيات تجمعنا. اي ماكو تواصل حقيقي، تواصل رسمي بس. هو مجالنا يعني. إيه مجال الفن. يعني شوية اكو حواجز. لا مو شرط. يعني اكيد خليك هسه انا ادري ايش لازم تكونين دبلوماسيه لان انت استاذه طبعا وهذا. اكيد اي لازم ما نصير يعني بس انا اريد اعرف انعكاس البيئه. انت جايه من بيئه بها ربيعين. الله فمليانه جمال ومليانه البيئه اللي هي كلها خضره وكلها يعني الوان. ايش قد هذه البيئه انعكست بلوحاتك برسوماتك؟ أنا دائما أستخدم الألوان الحارة والألوان البراقة والزاهية، فأكيد هي هذه يعني عكست يعني.
دائما نلاحظ المناطق الشماليه يرسمون بهاي الالوان، صح. المناطق عادة. الجنوبيه نشوف دائما الوانهم ترابيه، صح. عموما هي كل الالوان حلوه وكل الالوان الها، يعني خلينا نقول كل الوان مجموعه الوان الها خلينا نقول خصوصيتها والها يعني الشعور اللي تبثه من يعني تنحط داخل مكان او داخل ديكور تتنظم، يعني تبرز بطريقه فنيه حلوه. احنا شاكرين لك تماره، اتمنى لك كل التوفيق. الله يخليك، انا اشكركم، اشكر قناتكم، شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نترككم ويا باقي برامج اليو تي في، مع السلامة.